يستمر مسلسل حرائق حقول الحنطة في محافظة نينوى وعدد من المحافظات العراقية الأخرى. وكالة رويترز ذكرت أن 145 ألف دونما هي حصيلة حرائق المحاصيل في نينوى وديالى ومحافظة صلاح الدين، بينما قالت مديرية الدفاع المدني أن الحرائق بلغت نحو 53 ألف دونم، وعدد الحرائق بلغ 317 منذ الشهر الماضي فقط. طبعا رويترز أشارت كذلك إلى أن الأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والحكومة منخفضة جدا مقارنة بالواقع. لنتابع معا مشاهدينا الكرام لقطات وثقها مواطنون لحرائق حقول الحنطة في مدينة الموصل. خشوب كيسي وينك كيسي شنو هاك شنو يعني